يجب أن تتوقف عن شخصية مهمة استثنائية كانت خلف الهلال لسنوات طويلة تدعم عن بعد. اليوم أو في 3 سنوات الأخيرة بإدارة فهد بن نافل أصبحت هي من تضع يدها على الهلال بالكامل، اللي هو الأمير الوليد بن طلال اللي في إدارته الحالية، إدارة فهد بن نافل المحسوبة على الوليد بن طلال المرشح من قبل الأمير الوليد بن طلال، في 3 سنوات حققت 7 بطولات ذهبية. وهناك المزيد، نتابع التقرير. وقفات تشهدها منصات الذهب الزرقاء راسخة في سجل الداعمين المخلصين الأوفياء، تواجد دائم وحضور مستمر وعمل دؤوب، دعم مشهود وعطاء بلا حدود لا يتبدل مع تبدل الرؤساء، يظل راسخا وإن تعاقبت الأجيال وتبدلت الأحوال. همته صناعة مجد أزرق لا يطال ولا ينال، إنه الداعم السخي والعاشق الوفي الوليد بن طلال. الوليد بن طلال. مظلة الإنجازات، رجل المهمات، دليل المنصات وعراب البطولات، عبر التاريخ وقف مساندا وفيا لطموحات الزعماء وداعما لاستمرار الأمجاد الزرقاء، عاشقا متيما في الشدة والرخاء، أسلحته مفتاح بطولاته، فهو يجمع بين فكر وجهد ومال وأدوات تليق بمكانة وأمجاد الهلال. هو قائد شغوف يعشق الكفاح، لا يرتضي لبطله سوى النجاح، انتماؤه وولاؤه يقودانه لمواقف تاريخية مشرفة ومشرقة، فكتب اسمه بحروف من عطاء في صفحات الأمجاد الهلالية، وازدادت حروفه توهجا بعد أن وقف خلف تلبية الطموحات الآسيوية منها والمحلية والوصول للميادين العالمية. الأمير الوليد سخر خبراته الاستثمارية والإدارية والرياضية لتطوير وتنمية استثمار بطولات وشعبية زعيم القارة الآسيوية، وحلمه مستقبل استثماري أزرق واعد. وفي ظل اهتمامه ورعايته لزعيم الأبطال، لم تغفل يد سخائه عن عامة الرياضيين، بل تعدت عنايته لتشمل كافة أندية الوطن الذين وجدوا التحفيز والمساندة بوقفات مشرقة سيخلدها التاريخ في سجلات عطاء الوليد بن طلال بن عبد العزيز.